السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم شاورما ديال الدجاج كما كيبان قدامكم. شاورما ديال الدجاج بطريقة مميزة وناجحة وتوابل متوفرة في كل بيت، يعني المذاق هائل. اللي دق عندكم غادي يسولكم على الطريقة. عندي هنا نص دجاجة، خديت منها الفخذ وخديت منها الصدر، غسلتها نشفتها قطعتها شرائح. غادي نضيف عليها 4 ديال المعالق ديال الكريمة او ديال الياغورت الطبيعي او الحليب. في حالة استعمال الحليب غادي نضيفو ملعقة ديال الزبدة او ملعقة ديال الزيت، ولكن في حالة استعمال الكريمة سائلة بدون سكر او الياغورت ما كنضيفو حتى حاجة. كنضيف راس ملعقة من الكمون، الكمون يكون بطبيعة الحال كمون مطحون. غادي نضيف الثوم بودرة، في حالة ما كاينش الثوم بودرة هنا نصف ملعقة ديال الثوم بودرة، نستعملو جوج الفصوص ديال الثوم عادي، يعني كنفرموهم وكنوضعوهم. هنا سكنجبير كذلك نصف ملعقة ديال الزنجبيل او لا سكنجبير. غادي نضيفو هنا كذلك البصل، هنا عندي بصل جاف، ممكن نستعملو البصل العادي، كنبشروه كنرميو اللب وكنحتفظو بالماء، يعني كنتبلو هاد الدجاج بالماء ديال البصل. هنا كنعمل البابريكا حتى هي تقريبا واحد نصف ملعقه، ما عامرهاش بزاف هذاك النص، ما كاينش ما كاملش بزاف ديال البابريكا، وممكن نستعملو البابريكا الحاره كذلك في حاله يعني الا ما كانوش الاطفال. هنا نصف ليمونه حامضه ما يعادل واحد جوج المعالق كبار ديال عصير الليمون الحامض، ماشي البرتقال، فقط الليمون الحامض. هنا كما قلت لكم ممكن نستعملوا البابريكا العاديه، ممكن نستعملوا البابريكا الحاره. هنا فلفل اسود وملح، الا كانوا الاطفال استعملوا الفلفل الاسود، ما كانوش الاطفال غادي تستعملوا البابريكا الحراره، المذاق ديالها كيكون احسن. كنتبلوا الدجاج مزيان لحد ما كنتبلوا جميع القطع، كلها كتكون متبلة ومغطية كلها بالتوابل. كنغطيو هذاك الدجاج وكنخليوه في الثلاجة ليلة او حتى لزوج ديال الليالي، كنخليوه في الثلاجة كيكون مزيان وكتكون النتيجة رائعة. عندي هنا واحد شوية ديال الزعتر، كنفرش واحد الورق ديال الطبخ وكنوضع الدجاج بهذه الطريقة. البنات كنوضع بطريقة افقية، كنرش واحد شويه ديال الزعتر وكنوضع بطريقه اللي هكذا عموديه، هذه هي الطريقه الصحيحه. وكان مره كنوضع صدر، مره كنوضع الفخذ ديال الدجاج، كنمشي بنفس الطريقه. مره كنرش واحد شويه ديال الزعتر، وضروري يعني كما قلت لكم مره افقي ومره بشكل عمودي، هذه هي الطريقه الصحيحه. وغادي تعرفوا علاش من بعد فاش غادي نجيو نطيبوها ونقطعوها، غادي تعرفوا علاش. غادي نلفها في الورق ديال الطبخ، ما كندهنوش حنا داك الورق ولا حتى حاجه، فقط ورق عادي. نلفها مزيان، نجمع الجوانب. غادي نستعين هنا بواحد البلاستيك غذائي، هو اللي غادي يساعدني باش انني نزير مزيان هذاك هاد الشاورما. هادي غنجمعها في الجوانب وغادي نحزمها كما يعني تقريبا بديك الطريقه ديال الكاشير، ولكن هذا راه ماشي كاشير، هذا راه يعني شاورما كما قلت لكم ديال الدجاج. والله يا البنات الى النتيجه رائعه بزاف. كندخلوا للثلاجه ليله كامله، اولا ممكن تدخلوا في الصباح وتخرجوا في العشيه، مثلا من 8 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه كتكون كافيه، اولا ليله كامله. هنا كنزول هذاك البلاستيك الغذائي، كنزول كذلك الورق ديال الطبخ. هنا كنت بغيت نعمل بهذيك القشاره ديال الخضر، ولكن عطاتني شرائح اللي رقيقه بزاف، يعني ما نجحش الطريقه ديالو. فقط غادي نستعملوا واحد السكين اللي يكون سكين حاد، وفي حاله ما كان عندكم يعني ما استحملتوش هذيك البروده ديال هذاك اللحم ديال الدجاج، ممكن تستعنوا بواحد يعني ورق غذائي، تمسكوا بالورق الغذائي القطعه ديك البلاصه اللي غادي تحطوا فيها يديكم. ولكن بالنسبه لي انا غير عطيتكم هذه الفكره، حيت كاين اللي غايقول لك راه بارد بزاف ولا، بالنسبه لي انا جاني هكذا مزيان.
غادي ناخذ السكين وغادي نبدا نقطع الشرائح بحال هكذا. كما كيبان لكم هانتوما كتبان لكم قطعه ديال الصدر وقطعه ديال الفخذ هكذا مشبكين ومخلطين مع بعضياتهم. غادي نقطع الكميه اللي ممكن انني نحمر. هنا ممكن تقطعوا فقط الكميه اللي بغيتوا والباقي غادي تلفوا وتدخلوا الثلاجة او للفريزر عفوا المجمد مره اخرى. راه كنحطوها في المجمد، ما عقلتش شنو قلت لكم في الاول، ولكن راه المجمد ليله كامله في المجمد، اولا كما قلت لكم من 8 الصباح حتى 5 ديال العشيه راه كتكون كافي. كناخذوا مقلاه كنوضعوا فيها واحد شويه ديال الزيت اولا شويه ديال الزبده على حسب لوكو اللي بغيتوا. من بعد كنوضعوا فيها الشرائح هكذا ديال الشاورما. هانتوما هنا راه وضعنا دوك الشرائح، دوك الشرائح كلهم غادي يرجعوا لنا قطع صغيره بحال كيما كتقطع الشاورما في المحلات ديال يعني المحلات ديال الشاورما. بمجرد كيتحمر كتحمر الشاورما كنزولوها من المقلات وكنوضعوا قطع اخرين. انا هنا ماشي كل مره كنوضع الزيت ولا الزبده، وضعت في المره الاولى فقط، من بعد طيبت عادي الباقي هنا ديال يعني الشاورما طيبته عادي. البنات والله الا واحد المذاق ما نعاودش لكم، زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه، وكما بان لكم راه العطريه ديالها عطريه ولا التوابل اللي بساط ومتواجدين في كل بيت، ولكن طريقه التحضير هي اللي كتعطينا هذاك المذاق اللي قلت لكم. المهم كنمشي بنفس الطريقه حتى كنكمل. وديجا راه قدمت واحد الفيديو ديال اللحمه المفرومه ولا الكفته حتى هي بنفس الطريقه، حتى هي واعره بزاف، يعني المذاق والريحه ديال الطياب ديالها كتجي زوينه بزاف. هنا فاش كنكمل كنوضع كل شيء. ممكن انا نسخنه في التقديم، يعني الا كانت عندنا كميه كثيره كنسخنوه، كنرجعوا للمقلاه كنسخنوه واحد شويه وصافي. هنا قدمته مع واحد السلطه خضراء عادي، يعني خس ومطيشه والخيار والبصله، وقدمت كذلك معاه واحد شويه ديال البطاطا محمره. البنات بالنسبه لذاك الباقي ديال الحريق اللي كيكون في هذيك المقلات، البنات اللي بغاو يعملوا ساندويتشات راه ممكن انهم يستغلوه. كتزيدوا ليه واحد شويه ديال الماء، ومن بعد كتزيدوا ليه واحد شويه ديال الصوص ديال المطيشه، وكتدهنوا به هذا، كتدهنوا به الخبز ديال الساندويتش، كيعطي مذاق اللي رائع بزاف. بالنسبه لي انا ما عملتش هذا، ما عملتش يعني ساندويتشات، عملتها كابليت وقدمته مع الصلصه العاديه، صلصه ديال الرانش والصوص ايطاليان. هادشي معاش قدمته. مره اخرى نقدم لكم يعني هادوك لي صوص في فيديو منفصل. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم. عجبكم فيديو اللايك، ما عجبكمش ديسلايك بطبيعه الحال، ونشوفكم في فيديو القادم ان شاء الله.